مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في النور، حيث شرفني جدا وجود الاستاذه الدكتوره هدى راغب استاذ العلوم السياسيه لمناقشه مكافحه مصر للفساد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. نورانا دكتور هدى. يعني فكره مكافحه الفساد، احنا كل سنه بنحتفل باليوم العالمي لمكافحه الفساد وبنحط استراتيجيات وبنقدم خطط للامم المتحده. احنا مش هقول وصلنا لفين، لكن مدى جدية الدولة في جهود حقيقية على الأرض لمكافحة الفساد في رأي حضرتك إيه؟ طيب بداية فكرة المكافحة، مكافحة الفساد دي ليها تاريخ. يعني عايز أقول أنه مش حاجة آنية، يعني دلوقتي اللي بنتكلم على أنه لابد أن نحط استراتيجية ومكافحة الفساد. الحقيقة على مدى، على مر الأنظمة من جمال عبد الناصر، وخليني أقول من 52 يعني إلى أو 54 تحديدا لوقتنا هذا، يعني فوق 70 سنة. وفكرة الفساد يعني يمكن كانت وقت جمال عبد الناصر كان في منظومة، يعني عشان كده أنا بعمل رجوع لده لمنظومة إنه حاجات كتيرة قوي كان يعني الناس تستنكف من إنها تقوم بها. الرشوة مثلا، ده كان إن مش إنه ممنوع قانونا. ما هي بقى فكرة حضرتك نقطة مهمة لما نتكلم على الفلسفة. فلسفة أنا أحط قانون يجرم ولا دي نبعة من الداخل؟ ده مهم جدا. القانون بيظبط بعد ما الجريمة تحصل بالزبط. لكن الدين والتوعية والقيم بتخلي الإنسان يخاف أو ما يحبش يعمل كده. بالزبط كده. إن كانت الناس وقتها الرشوة دي حاجة معيبة جدا ولا يمكن يقدم عليها، يعني كانت الناس تتكسف قوي إنها في الأسرة في واحد أو في العيلة في واحد كلمة مرتاش. مرتاشي دي. إنما على مر الأوقات وخصوصا مع فكرة الانفتاح، نيجي عند السادات فعلا المنظومة اختلفت في الانفتاح. صحيح. انه لا شطارة، لا حطها، لا معلش من هبة، يعني تحطها ابتدت تتسمى تسميات تدل على ان يعني مشي حالك. الحقيقة دي مثلا ده بنت انا بكلم على الرشوة ده، وهو الحقيقة دي اللي بنقول عليها الفساد. لكن فساد في حاجات كتيرة مش بس الرشوة، ان انا ما اقومش بعملي صح. لا انا كأستاذ أو 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 مدرس نوع من أنواع الفساد، دكتور أو أي طبيب يعني، أو فأنا ما أقومش بعملي كما يجب. يعني أهو أدي الشكل لكن فاقد المضمون. كل ده الحقيقة أثر على إنه في الآخر أصبحت المنظومة يعني ما بقاش عارف الفساد من عدمه. هو إيه اللي عدم الفساد؟ أيوة دي نقطة مهمة جدا. فأنا عايز أقول إنه ما كانش ده ينبع من الداخل مرة تانية. يعني إحنا بنتكلم على الدين لا هو الحقيقة في حاجة تانية، في حاجة أهم مش حكاية الدين. أنا ممكن أديك شكل الدين والتدين، يعني وإحنا يا ما اتكلمنا في النقطة دي وأنا مش عايزة أسترسل فيها لأنه خلاص يعني استهلكت بحثا. إنما أنا عايزة أقول طب أعمل إيه دلوقتي؟ إزاي أخلي العمل ده مكروه وفعلا أبص إن أنا الأمانة يعني أحل محلها حاجات فعلا قيم إيجابية، قيم إيجابية وقيم عندنا في الداخل. يعني الأمانة، إنه الإتقان، حب الوطن. بص حضرتك، يعني يمكن الرئيس السيسي لما قال بناء الإنسان، هو هنا بناء الإنسان من الداخل فعلا. طب حضرتك إحنا معرفش الناس واخدة بالها ولا لأ، إن الجهود الجبارة اللي بتبذلها هيئة اسمها هيئة الرقابة الإدارية دي كلها منصبة على العاملين في الدولة. بالزبط. يعني كل قضايا الفساد والرشوة والسرقة اللي بتظبطها هذه الهيئة بالمليارات، المسؤولين دي مسؤولين في الدولة. يعني آخر واحد اللي هو امبارح ده كان مدير مصلحة الجامعة. حضرتك قبل الهوا بدقيقة قلت لي ده لسه مترقي الشهر الفات. بالزبط. بقى مدير مصلحة الجمارك وعلى درجة وزير. هنا برضو أتساءل مع حضرتك، هل ترقية مثل هذا الفاسد فساد أيضا ولا عدم معرفة، ولا في أجهزة بتعطل مسيرة الوطن للأمام؟ مين اللي مسؤول عن ترقية واحد كان معروف أنه هو فاسد حتى لو لم يضبط؟ يعني إحنا مثلا لما شفنا الرئيس كنا داخلين على انتخابات الرئاسة قال جملة واضحة، قال أبقى عارف أنه حرامي وأقعده مكاني وحلف أن ده مش هيحصل. يبقى إذن أنا ما بستناش على الحرامي لغاية لما أظبطه متلبس وأحطه في مكانة مسؤولية. إيه بقى؟ احكي لي. لا هو الحقيقة زي ما قلت لحضرتك، هي منظومة للأسف ما بقتش فرد، هي منظومة كاملة. كان
يعني في النظام السابق مبارك طبعا كان له زكريا عزمي يعني ممكن أذكر اسمه لأنه هو قال الفساد أصبح للركب. وكان ليه أستاذ قالك لا ده بقى أورجانيك ده في دم أورجانيك في الأعضاء. دلوقتي الحقيقة سمعت برضو قرأت يعني لا 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 دي ولا دي الحقيقة بقت إننا نسبح في بحيرة من الفساد. ده معناها إنها بقت منظومة وللأسف منظومة داخل وخارج فأنت بقيت محاط بيها لدرجة داخل وخارج إيه؟ داخل نفسك وحواليك بيئة مشجعة كده لما بقول بيئة شكرا بيئة مشبعة بالفساد فأصبحت منظومة لدرجة أنه اللي أنت بنشوفه فاسد ده أنت مش شايفه في فساد عادي ده غير كده كمان ده أنت ممكن كموظف تبص لنفسك على أن أنت بقى اللي هتخرج عن كل دول أنت بقى اللي هتعمل فيها شريف أنت بقى اللي هتستعدي مديرينك عليك عشان أنت عايز تحترم وقت الشغلانة تحترم مستهلكات الدولة بالزبط. يعني أنا كنت بشوف ناس بيستنكفوا إن هم يتكلموا في التليفون بتاع المصلحة علشان ده أموال عامة سايبة فيقولك لا أنا أستعمل التليفون في الحاجة اللي تخص العمل استهلاكات الإقلام الرصاص الأستيكة رزم الورق الحاجات الصغيرة دي لكنها بتشاور على قيم إيجابية زي ما حياتك تفضلتي في البداية الأمانة الوطنية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية يعني فعلا أنا بشكرك جدا بس هي حتيجي أنا شايفة حتيجي بس حتيجي إجباري مش حتيجي اختياري بمعنى أنا عندي دلوقتي المياه وإحنا مرشحين لنقص المياه فأنا غصبا عني هعمل عملية الإرشاد دي بس زي ما بيقول أنا هتجيلي لف في كل حاجة باش المسا المية الطاقة الكهرباء في كل حاجة إنه الفلوس أنا بصلها بقى بصة إيجابية الحقيقة يعني دي هتخليني أرشد أي. الطاقة غليت الكهرباء كل المحرقات غليت فأنا اللي هيحصل إن أنا هكون حريص جدا حتى لو أنا عندي عربية مش لازم ممكن الغاز الطبيعي في البيت غلي المية غلي كله فعلا فهي أنا شايفها إيجابية بس هي مش اختيارية هي إجباري علينا إجباري علينا إن بس أنا برضو بنوصل بالقانون ما هو ده قانون القانون ده بيوصلنا نرجع تاني القانون بيوصلنا لحد الأدنى من الأمانة بيوصلنا للزيرو ليفل للديتم ما بيوصلناش للإيجابية ما بيوصلناش لفكرة إنه لا مصلحة الدولة تقتضي إن أنا ما أعملش تليفونات وضيع وقت الوظيفة إحنا برضو في حتة يعني تلاقي الموظف مضيع عمره في إنه إزاي ما يتكشفش مش إنه إزاي يخدم البلد عشان كده أنا عايز أقول لحضرتك علشان يعني أول خطوة للحل ده إن أنا أخلي المواطن شريك شريك في صنع القرار أيضا ده مهم جدا إنك أنت شريك في صنع القرار شريك في كل حاجة في الدولة أنت مش متلقي الحقيقة دي أنا دايما أقولها أنت لست متلقيا مش باخد كل الخدمات ده أنا شريك في صنع هذه الخدمات إزاي؟ هقول لحضرتك يعني دلوقتي مثلا احنا طبعا الدولة هي اللي بتعمل عملية توزيع الريسورسز الموارد وانه كل حاجة بتأتي من فوق للدولة لا هنا فعلا التغيير واعتقد انه الدولة والحكومة ان كانت عايزة بتفكر انه فعلا تجعل المواطنين هم اللي شركاء يعني انت اللي تعمل كل حاجة بنفسك أنت عايز لما تتخرج وظيفة أنت تفكر إزاي تخلق لنفسك عمل مشروعك يعني مشروع. وده معناه بقى قبل كده يسبقه أن أنا إزاي بعلمك علشان تعرف تبدع وتفكر لا ده وتنافس موضوع ده موضوع جديد بقى يا دكتور أنت فاجئتيني يعني مش أيوة. مسألة أن أنا بقلل البطالة ده أنا بأخلق إنسان بالزبط. قادر على تحمل المسؤولية وإلا فجأة لو أنا أنت ما تعلمتش حاجة وفجأة أقولك حل أنت هحلها إزاي يعني كيفية الحل وأنا لم أتعلم لم أتلقى لم أتدرب على إني أحلها ألاقي مشكلة وأحلها بالضبط فالحقيقة هي تبدأ من كده علشان تكون شريك أنت لازم تتعلم إزاي تكون شريك ففعلا التعليم ده مهم جدا بس أنا هل في رؤية فعلا للتعليم أنا عايز أطلع لي الطالب يطلع من المدرسة علشان يخش جامعة عشان بعد كده يتوظف أنا عايز شكله إيه يكون إزاي
فكرة الشراكة دي يا دكتور يعني دي من زمان جدا، فكرني بهموم وأوجاع أخرى إن الإنسان يكون شريك مع الدولة. يعني أنا بشوف مثلا في كثير من الشوارع الدولة بتنظف ولاقي واحد ماشي ولا على باله راكب عجلة ورمى قشرة مانجا. يعني النهاردة وقفت واحد بقول له حضرتك بتشتغل إيه؟ قال لي أنا جنايني. قلت له طب أنت الشارع فيه أي حاجة مش نظيفة غير اللي أنت رميته في نص الشارع؟ قال لي دي قشرة مانجا. قلت له كمان قشرة مانجا، يعني كمان هتزحلق الناس وهتوقع الناس؟ الشارع نظيف. هو مش مدرك. هو الحقيقة مش عايز يأذي، بس هو مش مدرك إنه حاجة زي كده ممكن تؤدي، هي عدم إدراك. يعني الحقيقة زي ما قلت لحضرتك هي منظومة مهمة جدا ولازم تبتدي من وأنا طفل صغير. والحقيقة أنت صحيح، أنا عشان أبتدي دلوقتي لازم فعلا الفكرة المنظومة دي تتغير لي من إدراك اللي هم إيه زي ما بيقولوا الكابلز اللي هتتجوز مقبلة على الجواز، الأجيال اللي لسه بتكون أسر جديدة. بالضبط، لازم يتعلموا إزاي يربوا أولادهم. أولا التشاركية، اسمها الديمقراطية التشاركية، وده الجديد. إزاي؟ أولا لو جبت ولد وبنت الاتنين يشتركوا في أعمال المنزلية، الاتنين مش البنت هي للداخل وللمنزل والرجل والولد هو وده للخير، لا الاثنين. الحقيقة الفكر لازم يتغير بين الأجيال. هتبتدي تدرج كمان الاشتراك، تشاركية اتخاذ القرار، ان لما بنطرح على الأطفال هموم الأسرة حتى لو كانت هموم مادية، هموم اقتصادية، هموم كونية بالنسبة لهم كيانية، يعني تحدي كبير بيواجه الأسرة، ده بيخلي الطفل من هو صغير بيفكر وبقى له دور. ليك حق، لأنه دلوقتي احنا كمان في قانون دلوقتي هو جدلي جدا، قانون الأسرة اللي هو سامي فاميلي لو، الأسرة. وإنه طبعا قانون الأسرة ده معني بالدرجة الأولى بالطفل في حالة الطلاق، في حالة الانفصال. أيوة. فده أنا عايزة أقول لك إنه مشاكل كتيرة جدا الاتنين بيعندوا ناسين خالص الطفل في النص. ومصلحة الطفل اللي هو يعني يمكن كل واحد بيقول ابني ده أنا أحسن حاجة عندي، يعني أيوة. أفضله أكتر حاجة، لا ده فعلا دول الأجيال اللي جاية دي كلها منسية أو مهملة، أو أنه فعلا الأب والأم لا يفكر حتى في مصلحته، يعيش فين، يعيش مع مين، يتعلم ما يتعلمش. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني دي مؤثرة على قانون ده جدلي جدا، هذا القانون اللي يناقش حاليا في مجلس الشعب عليه جدل واسع جدا خصوصا في مسألة الحضانة والطفل. فأنا عايز أقول إنه ومجتمع هكذا مليان بتعقيدات كثيرة جدا، مليان مش بس بتعقيدات، في أفكار فعلا أفكار غريبة، يعني أفكار ما أقدرش أقول دخيلة، إنما بقت أفكار فيها أنانية شديدة. دخيلة يا دكتور، لأن ما كناش بنشوف كده في الخمسينيات والستينيات، أفلام السينما والمسرحيات اللي كانت بتعكس الواقع في مصر ما كانتش بتبين كده. أقول لحضرتك حاجة برضو، هي ناحية يعني كان عيب قوي في الفترة دي لما واحد يسيب الشغل بدري ويبقى فرحان ومبسوط إن هو تحايل على فكرة الإمضة أو ما أداش واجبه، ما كناش بنشوف ده. لا هو الحقيقة عايز أقول لحضرتك حاجة، هو حاجة عالمية، لأنه لما بتكلم على اقتصاد السوق هو داخل فيه حتة المنافسة، حتة الفردية شوية، إنك فهي دي ممكن تكون دخيلة، لكن هي حاجة داخل على العالم كله إن هي اقتصاد السوق. فده معناه إنه أنت بتعتمد أكتر أنت كفرد، أنت إزاي أنت تكون ناجح، نهيك بقى أنت لوحدك لازم تكون ناجح وأنت لازم تنافس ويعني تقاتل من أجل النجاح. فالحقيقة دي أفكار بقى خلت طب حياة الأسرة إزاي، ودي بنشوفها في الغرب، يعني إنه العلاقات الأسرية فاترة، وإنه العلاقات حتى يعني علاقات غريبة جدا، يعني الزواج استبدلوا بحاجات تانية وهكذا. فدي ده منظومة حتى التربية برضه بنشوف برا مصر إن هم بيربوا الأطفال لغاية سن يمكن 12-13 تربية رائعة، بعد كده يبتدوا يخربوا بقى في دماغهم. بس تعتمد على الاعتماد على الذات. أنت لازم تعرف أنا بربيك علشان إزاي تعتمد، علشان عند سن معينة أنت لابد بقى إنك تكون مسؤول عن نفسك. يعني أنا كان بيبقى في عندي أحيانا طلبة أجانب، فأنا عندي كان طالب من الدنمارك بيقول لي يعني أنا عايش لسه مع أهلي، صحيح أنا بشتغل بس لسه. فكتير قوي من أصدقائي مستغربين جدا إن أنا لسه يعني الفكرة بأسرته. بس في حاجة بقى حضرتك، المنظومة المتكاملة، إن الحكومة لازم تكفل لهذا الشاب البنت في السن ده وظيفة يقدر يتعايش منها، مكان يعيش فيه، سكن بسيط زي الاستوديو اللي موجود بالذات في العواصم ده،
علشان احقق لك. ما هو ما ينفعش ان انا الفظك او اقول لك انت تعتمد على نفسك طب وانا ما فيش لسه، والعكس او انا اقول لك لا احنا عايزين الترابط الاسري خليك قاعد مع اهلك عال على ابوك وامك، يعني ما تشتغلش ما تستقلش ما تفكرش ما تبتديش تاخد خطوات لبناء مستقبلك. بمعنى ايه عندنا احنا خدنا بعض الافكار ودي الحاجه اللي انا اقول احنا بنرقع في ترقيع في انا باخد لكن ما بعملش المنظومه اللي تساعد ده، انا باخد حته جزء لكن ما باخدش كل بقينا عندنا الفرديه وبقينا لكن انا ما باخدش المنظومه. عشان كده كذا مره اقول لحضرتك هي منظومه متكامله. الفساد هو المنظومه المتكامله دلوقتي. تخيل حضرتك العشوائيه بقفل على نفسه صح ومظبط نفسه مع القوانين ومع التوجيهات ومع الآخرين وبيعرف ومع الآخرين. بيعرف كمان يدي جزء للي أعلى منه واللي تحت منه عشان يمحو الحكاية. فأنا علشان حارب هذه بمنظومة أخرى ما ينفعش أخد جزء بس. حتى لو قلت التعليم لا قبل ما نخش على التعليم عايز أسألك على حاجة. دلوقتي إحنا اتكلمنا عن فكرة إن إحنا عندنا استراتيجية أو خطة لمكافحة الفساد، في جزء منها أمني إن إحنا بنقبض على اللي فسد وده خلاص فسد، وبننبه كثيرا حتى في الإعلام ونقول طب خلاص اتلم يعني ربنا سترها عليك لغاية دلوقتي اتلم بقى وإلحق نفسك واعمل حتى أعمال خير وتوب وهي ما اتكشفتش. بس انا بضحك لسبب حضرتك مش قادر أمسك نفسي، هل جابت نتيجة؟ ده بالعكس، ده بالعكس ما جابتش نتيجة، بالعكس في ازدياد. احنا بنتكلم على جرائم الخطف وجرائم مش عارفة فين بتزداد، هي ما بتقفش برغم ان الاعلام حضرتك زي ما انت بتنشرها لما بتزداد يعني فعلا فيها تشهير كمان مش مجرد قبض على او كده. يعني ده اللي عايز اقوله لحضرتك، انت حضرتك بتقول ده بدم لا ده هي عمليه فيها زياده، هنا لازم في وقفه ليه. طب ما جاوبتنيش على فكره كيف نضع المسؤول المناسب على كرسي مناسب. يعني دي كارثه، يعني لم يسأل احد عن ان هذا الرجل اترقى الشهر اللي فات والنهاردة بيتقبض عليه بعد شهر نائب محافظ اسكندرية وكذا يعني حدث ومحافظ المنوفية ومحافظ ووزير الزراعة الأسبق يعني عايز أقول إنه 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 العملية إنه لحد يتعظ برغم إنها بتتنشر تنشر في الجرائد كل واحد بتهيأ له إنه مأمن نفسه كويس برضو جزء من الفهلوة المصرية برضو. لا مأمن نفسه بمعنى إيه؟ ملا كل اللي حواليا ملا لو حط حوقع كذا حد مش تاني الوحد. عشان كده بقول لحضرتك عارفه القضيه اللي اتمسكت وقالوا انتحر ومش فاكره القضيه دي اللي هو جه فيها رجل ناس كتير كان في كانت في مناقصات التربيه والتعليم تقريبا او حاجه زي كده تقريبا فبص عشان كده بقول حاجه بقت المنظومه هي الفساد بقى منظومه للاسف. فانا عشان احارب الفساد بمنظومه تانية لازم تبقى منظومه، ما ينفعش ان انا احل جزء واسيب الكل. بس حضرتك بـ 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 يعني بتغافليني وتبعدي عن علامه الاستفهام اللي خليني اسالك، هل كل هذه الاجهزه الرقابيه وكل هذه الاجهزه المعلوماتيه وانا ما ببقاش كدوله عارف ان الراجل ده فاسد؟ والسؤال التاني عشان حضرتك تاخديهم على بعض كده باكج وتجاوبيهم، لو انا عارف انه فاسد برقيه ليه؟ ولو انا عارف ان هو مش فاسد ما بحطوش في المكان الصح ليه؟ يعني الحقيقة هو أنا ما عنديش إجابة واضحة لأنه الإنسان اللي هو مش فاسد مش ظاهر، مش ظاهر لي فأنا مش شايفه. أنا دايما الفاسد ده بيعرف إزاي على فكرة بيكون عنده من الحرفية فانه هو الشريرة من الذكاء الاجتماعي ايضا. عايز اقول لحضرتك من زي ان انا ازاي اظهر وابلور نفسي، مش كل واحد عنده هذه الحرفيه. لا ده بالعكس، ده اللي بيعرف يشتغل كويس ما عندوش المهاره دي خالص لانه مش مهتم بانه هو يتعرف ويتشاور عليه وانه طبيعي. احنا لينا اللي انت شايفه اقرب لك الاقرب واللي انت شايفه الأسهل. انا والاسهل فعلا انا مش هقعد ادور. عشان كده بقول لحضرتك انا بقى ده الاكثر والاعم. انا عايزه اقلص ده زي ما عليك عشان يظهر اللي فعلا في الظل ده اللي هو بيشتغل بامانه لكن مش عارف. طيب حضرتك اتكلمتي يعني عن منظومه الفساد، منظومه الفساد اللي داخل فيها كل حاجه بتمثل أسباب، حتى الإعلام، حتى ألعاب الأطفال. يعني أنا مرة كنت من حوالي يمكن 7-8 سنين كده بركن العربية في مكان
كانت محافظه غير القاهره، محافظه مش عارف مرسى مطروح ولا ايه، كانت منتشره وقتها قوي لعبه بتاعه الحرامي اللي بيجري وراه البوليس اسمها الجي تي اي، مش هنعمل لها دعايه يعني، بتكسب مليارات يعني، مش ناقصانا ان نعمل لها دعايه. فدايما حتى دلوقتي العالم بيروج لفكره ان الحرامي هو الشاطر، هو الذكي، هو اللي بيعرف يهرب من البوليس، وضابط البوليس مقيد لازم ينفذ القانون، ما يقدرش يتجاوز، ما يقدرش يفكر بره الصندوق. فالاطفال الصغيرين كانوا بيتخانقوا على ايه؟ لقيت الطفل بيقولوا لا يا حبيبي انا الحرامي انا اتفقت معاك، ما عندوش استعداد ان هو يمثل ضابط البوليس، يمثل الدوله، يمثل العدل، يمثل الحق، يمثل الامانه بمنتهى السهوله، هو بيقاتل عشان يبقى هو الحرامي. انا عايزه اقول حاجه هنا، الدوله فين الدوله؟ وما هي القيم اللي فعلا، يمكن انا بعمل بحث حاليا على الدوله والقيم اللي اختلفت. هل اتغيرت عندي القيم؟ انا بقيت اطالب وبقيت عايز حقي في ان انا اعبر عن رايي، عجبني وما عجبنيش. ده قيمه كويسه جدا اللي هي حريه التعبير عن الراي، بس انا ما اتعلمتش ازاي اعبر عن رايي. طبعا دي حاجه، يا اما اشتم يا اما اشتم يا اما اقول خلاص سيبها تولع وماليش دعوه. اشكرك، انا ما اتعلم، عشان كده بقول لحضرتك طيب كويس قوي، انا دي قيمه كويسه جدا انك تتشارك، دي قيمه تانية، لكن انا ما علمتكش ازاي تتشارك. صحيح، انك عندك حريه الاختيار، انا ما علمتكش حريه الاختيار. يعني انا فاكره اول ما رحت امريكا كنت استاذ زائر، فطبعا كان لسه يعني اول زياره ليا، فكنت واقفه عايزه اكل يعني ساندوتش جبنه عادي. انما طبعا لازم يسالني عايزه اي عيش، نوع من العيش، لان كان في اختيارات كتيره في نوع العيش، انا ما اعرفش، انا جايه وما اعرفش غير العيش البلدي، العيش البلدي وخلاص او الفينو يعني. انما اشكال من الفينو، لا انا اقول لحضرتك ده انا عطلت طابور ورايا علشان طيب انا مش عارفه اختار. انا بتكلم الحقيقه هي حاجه كانت تضحك، انما هي ماساويه لحد ان انا مش عارفه اختار. وقال لي ان اختيارات كانت كتيره جدا. أيوة. واشكالها مغريه جدا، لكن انا لازم اكون متعود الفرق علشان ما بين واعرف اللي يعجبني من اللي ما يعجبنيش. يعني الفرق ما بين تربيه المشي على العجين ما يلخبطوش، والفرق أيوة. فكره العقل النقدي التحليلي، ما هو ده اللي بقوله لحضرتك. انا دلوقتي ده المجتمع الجديد بيقول لي لازم عندك، عشان دي ديمقراطيه، تعرف ازاي تختار، تعرف ازاي تعبر عن رايك، تعرف انك لازم شارك في عملية اتخاذ القرار، لكن أنا ما اتدربتش على ده. فكيف أستطيع أن أعملهم كمان وأعملهم كويس جدا؟ فالحقيقة إحنا زي ما تقول إيه، بدين من الآخر ونسين الجزء اللي تحت اللي يوصل لي للنتيجة الصحيحة. طيب عايز أسأل حضرتك يا دكتور على حاجة تانية، إحنا مش بنغذي التيار ده لا إعلاميا ولا صحفيا ولا ثقافيا. لا نغذيه يا سيدي الفاضل، لا نغذيه، والتغذية ما تجيش إلا من عناصر التنشئة السياسية، معلش مش بنقولها الاجتماعية، عناصر التنشئة دول خمسة. أولا البيت، تاني حاجة المدرسة، تالت حاجة الأقران اللي هم من نفس السن، رابع حاجة الأصحاب الزملاء، الميديا، عارف آخر حاجة هي المؤسسة الدينية. يعني أقدر أقول لك بعد كده يعني حاجات تانية، لكن هي دول أول ثلاث حاجات، دول مهمين جدا. أنا لازم أتكلم عن البيت وأتكلم عن المدرسة، دول الاثنين دول أساسيين. فإن غابوا مين اللي هيعلمني؟ الميديا اللي هتعلمني، الميديا دي نمرة أربعة. لا، وهي اصلا الميديا في حال يرسى لها ان هي الاعلانات هي اللي متحكمه فيها، وقيم الاستهلاك وقيم قيم الاستهلاك. اشكرك على الكلمه دي، قيم الاستهلاك، انما مش قيم الانتاج. يعني انا لازم عشان استهلك اكون منتج اولا وبعدين استهلك، لا انا باجي من الاخر زي ما قلت لحضرتك، لكن ناسي الجزء اللي تحت اللي يوصلني ان كيف حتى استهلك. زي ما حضرتك قلت، ازاي استهلك، ازاي اخد اللي على قدي، ازاي مرميش في الزبالة كتيرة جدا، اني باخد بالاتنين والتلاتة كيلو لغاية لما يبوظوا وارميهم. ما تعلمتش ده. صحيح صحيح، دي مسألة محتاجة بقى تربية جديدة بقى، يعني شكل ونسق للتربية، جزء منه في المدرسة، جزء منه في البيت، جزء منه في الإعلام. لو هي رؤية واحتياج حقيقي هتتعمل. وانا اعتقد انها اصبحت احتياج حقيقي في وسط الفساد ده، الناس عايزه تشم هواء نقي. فاعتقد انها سوف تصبح احتياج حقيقي، مش كمان يعني مضطر ان انا اعملها، لا ده احتياج حقيقي ان انا اتغير فعلا، ومن البيت
من اللي هم لسه بيتزوجوا حديثا ازاي انا اعرف ازاي اتعلم ان انا نعيش مع بعض اولا كرجل وامراه. يعني عايزه اقول حتى ان قانون الاسره دلوقتي بيقول لك انا عايزه اقلل حالات الطلاق، فانا لازم اتعلم حتى ازاي اعيش مع الشريك. صحيح. طب يعني هل الجملة الطويلة اللي حضرتك قلتيها دي نقدر نحط بين قوسين ما يسمى بالإرادة السياسية؟ يعني طبعا. لو الدولة عندها إرادة سياسية في هذه المكافحة وتطبيق، هو احنا شايفين ان في إرادة سياسية بس لا الناس تفهم كلمة إرادة سياسية عن الرئيس، مش فعلا أجهزة الدولة كلها بدأت تتخذ خطوات. هي الفكرة انه فعلا لغاية دلوقتي هي الرئيس، لكن فين الأجهزة؟ اديك شايف انا بلقط مسؤول وراء الآخر والآخر في أجهزة الدولة نفسها، فأصبح شكل الدولة نفسه أصبح يعني مش هو ده المثال اللي احتزى به، لأن المسؤولين هم اللي بيقبض عليهم. فهو شكل الدولة ده أصبح برضو لازم يعني إرادة سياسية، لكن لازم تكون إرادة مجتمعية. الحقيقة ما أقدرش أقول إرادة سياسية بس. صحيح. هي إرادة مجتمعية يعني. الحقيقة دايما إحنا عارفة داي زي الشماعة اللي بنعلق، أصل دي إرادة سياسية. لو الرئيس مش عايز مش هيحصل. لو الرئيس أيوه دلوقتي فرد، إحنا مش عايزين ده فرد. لكن ده زي ما حضرتك قلتي في الأول، إحنا ما بنستهجنش تصرف شديد الفساد. لما يكون واحد قريبنا او صاحبنا بيرتشي بيسرق بيمشي بدري ما بيديش للدولة حقها في 1-2-3 لغاية 10، احنا يا سلام برافو عليك ده انت هايل عرفت تضحك عليهم كلهم. انا دلوقتي بقيت عايزة امشي اموري فبدي يعني انا نفسي بساهم. انما هو الحقيقه انا عايزه اقول يعني انه لازم، عشان كده انا بقول انها تبقى منظومه، انه لازم اغير الصوره في انه فعلا احنا واصلين لغايه فين، احنا هنستمر نتحمل فاتوره الفساد ده. دي فاتوره قاسيه جدا على الجميع. فيعني لازم تكون إرادة. الحقيقة أنا عايزة أبطل كلمة إرادة سياسية إلى إرادة مجتمعية. مجتمعية طبعا. أشكرك. طب هل الكشف عن قضايا كثيرة ونجاحات كبيرة للرقابة الإدارية بكشف مسؤولين كبار أحيانا الشعب بيريح دماغه يقول لك بص ده معروف إن اللي بيتكشف قدامه 10-20 يبقى معنى كده إن ما فيهاش فايدة؟ يعني لما ما كناش بنقول وما كناش بنكشف كان بيتقال لا ده بيضحكوا علينا وما بيجيبوش سيرة إن في فساد، لما بقينا نقول إن في فساد يقول لك يا سلام شفت ده بقى أكتر من الأول عشان كده بقوا بيتمسكوا. يعني إيه يعني أنا لو من الرقابة الإدارية مش عارف أعمل إيه؟ أعلن عن إيه وأخبي إيه؟ لأنه معروف أن الرقابة الإدارية ما بتقولش كل القضايا اللي بتمسكها. يعني أنا نفسي في حاجة الحقيقة ويمكن أقولها من خلال المنبر يعني هنا، أنه إعمال وتنفيذ القانون بحسم شديد ده اللي نفتقده. إحنا ناس أصلوا عندنا الإنسانية عالية جدا. يعني معلش ده واحد اتمسك معلش يديله فرصة، معلش يديله فرصة على فكرة من ايه؟ من خلال القانون نقط ومش عارف ايه لغاية لما تثبت بقى عليه، خد بقى 2-3-4 بأصبح كمان القضاء عندي مدي رخصة كبيرة جدا. يعني الى متى العدالة البطيئة الاقرب الى الظلم يعني فعلا. انا بشكرك على الكلمة دي. ففين الحسم؟ انا عايز اشوف حسم. ودي اللي تنقصنا الحسم. طب آخر نقطة يا دكتور اسمحي لي أسألك عن إساءة استخدام السلطة في مجال الموظف، في مجال المدير اللي بيعين، في مجال الشرطة في تعاملاتها مع المواطنين، في فكرة إساءة استخدام السلطة علاقتها إيه بالفساد وكيفية مكافحتها؟ جزء من الفساد حضرتك، ده جزء كبير قوي من الفساد. ان انا اسيء استخدام السلطه عندي اذا في اي مكان انا فيه. خصوصا حضرتك قلت في الاماكن السياديه. يعني فده كمان ده فساد في حد ذاته. يعني لو فعلا الحاله الوحيده ان اكون حاسم جدا. الحسم ثم الحسم فعلا في القضاء، البطش تماما. تغليظ العقوبة وتنفيذها، مش بس تغليظها قانونا على الورق وتنفيذها أيضا. مشكورك جدا دكتور، نورتينا. شكرا جزيل الشكر للأستاذة الدكتورة هدى راغب أستاذ العلوم السياسية، وبشكركم مشاهدينا على وجودكم معنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبح على خير. We'll be right back.
حقيقة بان.